بتدور على كرت شاشة وكثير مضرور على واحد، هوب وقف لعندك. انفيديا اعلنوا اطلاق جي تي اكس 1080 تي اي بشكل مش مباشر، ولكن اتأكدت المعلومة يا شباب، ان شاء الله بداية عام 2017 راح نشوف الكرت الوحش. المعلومة اجت عن طريق تسريب غير مقصود من قبل انفيديا على لينكد ان. اعلنوا عن وظيفة لماركتينج مانجر يدين حملة ترفيع كروت ال 980 تي اي لل 1080 تي اي، يعني عنده 980 تي اي بيقدر يرفع لل 1080 تي اي. معلومة مهمة جدا، ما في سبيكس بعدها سبيكيوليشنز، مش عارفين شو المواصفات راح تكون عليها كروت ال 1080 تي اي، بس في كونفيرميشن ومتوقعين احنا ان شاء الله انها تطلق في سي اي اس 2017 بداية يناير. طيب في ناس رح تقول لك خير يا طير، شو بيهمني انا من هاي السوالف كلها. شفنا احنا بحلقات سابقه بانه اي ام دي عملوا ديمونستريشن اللي هو لدوم شغاله على الفيجا، الكرت الشاشه الجديد اللي رح يترقوه بالربع الاول، وسي اي اس 2017 ان شاء الله رح نشوفه، وكان شغال الفريمات ما بين 70 ل 80 فريم بير سكند على 4K على الالترا. بينما التايتن اكس بي، احنا شوف هاي الجيم بلاي من تايتن اكس بي اللي قبليه كان اللي هو الفيجا، التايتن اكس بي شغال فوق ال 100 بالراحه وعندك 90 فريم. الكرت الجديد راح يطلع 1080 تي اي اذا كان نفس الموديل او نفس المنهجيه اللي تبعتها انفيديا بالكرت القديم ما بين 980 980 تي اي، راح يكون في فرق بسيط بالاداء ما بين الاكس بي تايتن اكس بي وما بين التايت اللي هو 1080 تي اي. فاحنا متوقعين باذن الله انه الكرت الانفيديا 1080 تي اي راح يتغلب، اتوقع وانا بتوقعاتي راح يتغلب على الفيجا كثير في مجال اللي هو البرفورمانس بالجيمينج وبال 3 دي رندرينج والى اخره. فعلى سبيل المثال احنا بشكل او باخر اللاعب هو المستفيد الاول والاخير. الجيمرز كيف بيستفيدوا؟ اول شغله، اذا عندك انت هسه حاليا بدك تشتري كرت لا تجيبه، اذا طلع 1080 تي اي راح ترخص اسعار 1080 كثير، فبالتالي استنى شويه بتطلع 1080 تي اي بتقدر تجيب 1080 بكل سهوله باسعار اقل. اذا عندك كرت قديم حاول اخلص منه باسرع وقت علشان يكون كل ما طلعت الكروت القديمه الاجيال القديمه ترخص اكثر واكثر وانت اللي تكون الخسران، فحاولوا اخلصوا من كروتك القديمه قبل ما تطلع الاجيال الجديده من الكروت. على العموم يا شباب احنا دائما وابدا ان شاء الله راح نكون السباقين توفير المعلومه لكم. اول ما تطلع اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب، خبروا الشباب على القناة، وبإذن الله ما راح نقصر معكم انا ومد. ليف ا كومنت، والى اللقاء قريب. سلام يا شباب.